السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم متابعين الأعزاء؟ اليوم رح فيكم من أمام الأوشن بارك. معنا مشاركة لطيفة من السيدة هذه. ألو، هاو ار يو؟ رح فيكم اليوم من أمام الأوشن بارك. طبعاً اليوم كانت نيتنا نروح المانيلا زو، بس ما أمدانا، لقيناهم مسكرين، فالحين ما في إلا نروح الأوشن بارك ونشوف. فهيا بنا. طبعا الحين بنخش على الاوشن اكيوريوم، ما ادري ايش يسمونه، يعني السمك. فهيا بنا. ما شاء الله تبارك الله، المكان هنا الاكواريوم جميل جدا، جميل 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 جدا. يعني من جالس في مكان كذا وتشوف السمك يمينك ويسارك، سبحان الخالق. طبعا هنا بجرب تجربه من نوع جديد، تجربه اني احط يدي في صحن صغير للسمك، فنشوف الحين وش يصير. معنا سيد قرش، شوفوا سيد قرش، الأسماك الجميلة. وإذا مريت الأوشن بارك لازم تمر على الواجهة البحرية، تطلع عليها وتشوف. ما زالت التغطية ماشية،
مستمرة. يمكن أخذ لي بعد شوي وجبة خفيفة أو قهوة أو إسبريسو ونشوف. طبعا اذا دخلت الى قسم عالم الثلج لازم تمر على سيد الطريق. في عندهم محل تسوق داخلي تقدر تتسوق منه اللي تبغى، مثلا قطع تذكارية، هدايا، أي شيء. هنا هذه سيارة الفلبين المشهورة يسمونها الجبني. أخذناكم في جولة قصيرة منوعة مشكلة، ووريناكم بعض الفيديوهات للسمك، سمك القرش. بعد شوي بنمر نشوف إذا لقينا طيور أو لا، ما ندري. Thank you.
وبعد وجبة الغداء اللي أخذناها قبل شوي عقب الجولة البسيطة واللطيفة اللي تمشيناها قبل شوي، لازم تمر عند أقرب محل كافي أخذ منهم إسبريسو. هذا يا جماعة الخير إدمان، بالنسبة لي الإسبريسو إدمان. طبعاً أول ما تشرب إذا ما قلت كذا ما هو بصل مزبوطة فنتاستك. طبعا الحين عندهم عروض للطيور اللي نشوفها الحين، خلوكم معنا. كده يا جماعة الخير وصلنا إلى نهاية الفلوق رقم 2 اللي كان في أوشن بارك، ونشرب عصير الموغو موغو بالكوكونات. بسم الله. دائما يفوز عصير، لو تشوفون هي عصير الموغو موغو. إلى أن نلقاكم في فلوقات جاية قريبة، كان معكم نير القريشي، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا أنا